كرة ملعوبة الآن إلى خارج ملعب المباراة، إلى رمية تماس. تلعب ناصر الويب، عادت الكرة الآن في النص، نقلة لمصلحة الظفيري. ظفيري، كرة الظفيري، ظفيري يعود بالكرة ومحاولة موجودة، صالح الشيخ، تسديدة، الله، ولا زالت خطر، الله، جول للقادسية، هدت من خارج المرمى بتسديدة كانت هي بحاجة، كراتهم كانت بحاجة لهذه التسديدة. صالح الشيخ كان يفترض عليه من أكثر من كرة أن يسدد على المرمى، لأن لديه تسديدات متقنة على المرمى. شوف 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 شوف, شوف, شوف تهيأت وهنا تابعها على طول في الجول في الجول في الجول في الجول في الجول. هدف أول للغاتسية في لعبة ارتدت، لكن سعود مجمد شوف هيها بشكل ممتاز رائع جدا على طول للظفيري اللي حطها في الجول في متابعة حلوة وقراءة جدا جيدة لسعود المجمد، ان هي كرة لم يكن فيها أنانيا لكي يسدد على المرمى، لكن اتاح الفرصة لاحمد الظفيري.